في احتفالية كبرى شارك بها الرئيس السابق عدلي منصور وعدد من الوزراء وكبار الكتاب والصحفيين والسياسيين والدبلوماسيين المصريين والعرب والأجانب، أقامت مؤسسة هيكل للصحافة العربية احتفالية بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسن هيكل، وذلك بالمتحف القومي للحضارة المصرية. احتفالاً بالذكرى المئوية لميلاده، قررت المؤسسة تنظيم هذا اللقاء الذي يجتمع فيه رموز من العمل الصحفي الدولي مع مشاركين من الوسط الصحفي والعربي، يعرض ويناقش التغييرات الكبرى في عام عالمي. فتكون مئوية الأستاذ هيكل مناسبة لتطبيق ما تحدث عنه وشارك فيه ونصح به صفوف وأجيال الصحافة المصرية والعربية. كنت محظوظ بدرجة كبيرة أكتر مما أي حد متخيل أنه الأستاذ هيكل كان والدي، ما فيش مناقشة أنه الرجل ده هوت كان عنده، كان بني آدم، كان إنسان بمعنى الكلمة، بيحس بالناس، كان إنسان بمعنى الكلمة، كان عنده معايير حاكمة لآرائه السياسية. في صحافة جادة بيقدمها شباب وشابات في مصر وفي العالم العربي، وإحنا دورنا حسب ما الأستاذ محمد حسن هيكل كان عايز هو أن إحنا بس نحاول نديهم دفعة للأمام، ولو نقدر نسهل لهم فرص تدريبية وفرص للاحتكاك مع خبرات في كبريات الصحف العالمية. كان سياسي وكان صحفي وكان كاتب ومفكر، هي كان من جميع النواحي وأدى دوره بكفاءة وبأمانة كثير. والله أنا عايز أصغر كم سنة كده عشان يعني أبقى شاب وأحاول أخذ الجائزة، لأن ده شرف كبير جدا لأي صحفي يأخذ الجائزة، بتحمل اسم قيمة كبيرة جدا في عالم الصحافة. تعلمت منه الكثير، تعلمت درس واحد كان بالنسبة لي كثير مهم، قال لي عمرك ما ترد على واحد بهاجمك بالإعلام، إذا أنت رديت عليه تخدمه اعمل حالك ما سمعتش وامشي. وفعلا كتير ارتحت بحياتي من بعد كده، بطلت ولم أجادل أي هجوم علي، والناس إلا الحق أن تتفق ولا تتفق، وأحترم رأيها جميعا. السيرة أطول من العمر، مقولة تؤكدها هذه الاحتفالية بضيوفها وبزخمها وبالمحبة التي يحظى بها الأستاذ محمد حسنين هيكل في قلوب الجميع نظرا لما قدمه للعمل الصحفي على مدار عمره. من مصر عمرو موسى.